عسامة ومرحبا بكل من يتابع فينا، مرحبا بكم من جديد. هنا عودنا جربنا مرة أخرى، أبارامون فما تضييقات كبيرة كي العادة على الصفحة، ما نعرفش شنو يعملوا، سينيال هاو مرة يطيح الصوت مرة تتقطع الصورة، ما نعرفوش شنو اللي قاعدين يعملوا، لكن تابعوا معايا بربي قبل ما نبدأ مرة أخرى اللايف، سينو نوليو نسجلوا لكم فيديو ونهبطوها. دونك إذا كان تسمعوا فينا بربي أعطيونا سينيال، كان الصوت واضح أعطيونا سينيال في دي كومنتير، خلينا نبداو مع بعضنا. مرحبا بكم، مرحبا بكل من يتابع فينا من داخل تونس ومن خارجها، مرحبا بالتوانسة اللي يعيشوا لبرا. كم كبير جدا من المساندة ومن المساندة اللا مشروطة الحقيقة، يقولوا لي واضح الصوت، يظهر لي واضح المرة هذه. به اوكي، دونك مرحبا بكم من جديد. اليوم السادس للاعتقال السياسي لزعيمة الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي. دونك قبل كل شيء نعاود مرة أخرى أن نجدد شكري لكل المنظمات الدولية والمحلية والاتحادات المحلية اللي هبطت بيانات مساندة ولا هبطت بيانات تنديد واستنكار واضح للسلطة الحالية فيما يتعلق باعتقال عبير موسي، هذا الاعتقال السياسي الواضح والبين للجميع. دونك منظمة العفو الدولية منذ قليل كيف كيف أصدرت بيان استنكار وتنديد واضح وطالبت السلطة الحالية بالكف عن هذه النوعية من استغلال القانون الجزائي لإخراس صوت المعارضة إلى آخره، لكن فما أيضا منظمات أخرى مشكورين لكلهم دون استثناء اللي تكلموا. دونك التعليقات الليلة باش تكون تعليقات موجهة لأشباه الإعلاميين اللي قاعدين يسيطروا على المشهد الإعلامي حاليا وعلى المشهد السياسي، خليني نقول، لأنهم قاعدين يقوموا بدور سياسي كبير برشا وقاعدين ينفذوا في أجندة سياسية واضحة للجميع. به دونك نبدأ بالرومارك الأولى. الرومارك الأولى حبيت نعمل تعليق على غالب الناس هذوما عرفناهم قبل، وفي وقت ما كانوا مساندين للتيار الوطني ومساندين للحزب الدستوري الحر إلى آخره، هم أحرار لا محالة، التوجه حر فيه، أما الكذب ماكش حر فيه، يعني مش مسموح إنك عندك أنت منبر ولا عندك باج كبيرة يتبعوا منها العباد ولا حاجة إنك تعمل المغالطات والمعلومات الزائفة. شكون باش يحاكمهم توا؟ معناها كما يقول لك المثل، شكون باش يحاكمه وانت تخدم في صالح السلطه؟ معناها والسلطه هي اللي قامت بهذا الكل ضد عبير موسي، دونك مسموح لك انك تشوه وتسب وانك تعمل هذا الكل، مسموح لك من غير ما يكلمك حتى حد، من غير ما يوقفك حتى حد، من غير ما يسالك حتى حد. دونك الناس هذوما il fallait répondre الحقيقه، برشا برشا يقولوا لي ما تجاوبش وما ما تهبطوش من مستواكم للناس هذوما، لكن لا، الله غالب، راهو فما ناس يسمعوا فيهم، فما ناس يتبعوا فيهم ولو قله ولا صحيح، لكن فما ناس قاعده تنطلي عليهم المغالطات اللي يبثوا فيها والسموم اللي ينفثوا فيها في الشعب التونسي والبغض والغل والحقد اللي في قلوبهم اللي قاعدين يترانسميتيو فيه للناس. دونك يلزم نجاوبوهم الناس هذوما. فما شبه اعلاميه خليني نقول، في وقت ما كانت ضيفتي باش نحكي لكم على الكذب نتاعها، راهو على الكذب نتاعها، قالت معايا كلام في الاذاعه وخرجت او لامس قالت كلام اخر نقيضه تماما، كذبت على روحها وعلى الناس. شعلينا فيه علقت به هي وصاحبتها والجماعه اللي معاها، علقوا بما معناه انه عدد هذه نحب نقولها، ومش كان هما علقوا برشا، نحب نقولها ونركز عليها. فما ناس اللي قاعدين يقولوا كوم كوا، معناها هكا وزنكم الحقيقي ظهر في العشرات اللي قدام المركز، باش تفهموا الخباثه نتاعهم. مانيش نحكي توا حشاكم، فما ناس كيما قلت لكم قبل، فما ناس يلزمك تقعد تقريهم 10 سنين باش يتحصل على رتبه بهيم، بعض الاعلاميين وبعض الكرونيكرات، معناها تقعد 10 سنين تقري وتوري باش يوصل يولي بهيم، من بعد تشوف قداش من عقد من الزمن باش ينجم يفوت البهيم بشويه، حاشا من يسمع به. وفما ناس الكاتيجوري اخرى الا متاع خباثه، معناها الا متاع قله تربيه وقله تحيه وقله تصل وقله معروف. الناس هذوما مانيش عارف الانفيرونمون اللي عاشوا فيه ولا البيئه اللي عاشوا فيها، لانه والديهم ربوهم على الشيء هذاك باش يقعدوا في قله الرحمه من بعد، والا شنو بالضبط؟ به الناس هذوما شنو اللي قالوا؟ شوفوا انتم توا الفيرسيون والخبث اللي وراها، معناها اللي مخرجين توا، معناها انتم هكا ظهر وزنكم العشرات اللي جاوا قدام مركز حلق الوقت، معناها تعرف شو هما مستنينا؟ هما يعرف وزن الحزب الدستوري الحر وتبعوا ويشوفوا في المسيرات نتاع الحزب ويشوفوا في عشرات الالاف اللي ملتفه حول الحزب، هذا كله يشوفوا فيه، هذا في الشارع، راه هذا في الشارع مش من عندنا احنا، هذا في الشارع وعلى المباشر. دونك هما شنو يقول لك توا؟ يقول لك هكا جاوا العشرات، خاطر شنو كانوا ناويين الخباث هذوما؟ شنو كانوا ناويين؟ كانوا ناويين حرب اهليه،
تو سامبلومون يلصقوا في التساترة اللي هما نتاع اقتتال ولا هما حرب أهلية، وبالتالي يثبتوا التهمة على رئيس الحزب وعلى قيادات الحزب وعلى أنصار الحزب ومنخرتيه. دونك هما كان جيتوا انتوما برشا يتساترة باش ساندتوا رئيس الحزب نتاعكم وقفتوا قدام المركز، كيفاش باش يكيفوها ويأولوها الحكاية؟ باش يكيفوها ويأولوها على أساس هذوما معناها متمردين على الدولة، متمردين على مؤسسات الدولة، وجاوا باش يهجموا على مقر السيادة، وجاوا باش يهجموا على مقر أمني، وبالتالي هذوما ناس يلزم حل الحزب نتاعهم ويلزم محاكمتهم. دونك ما تكسروش روسكم برشا، اتسترا كانوا أذكى منكم بياسر، ومشات كان القيادات فما هبة للقياداتك العشرات اللي رتوهم انتم، هذوكم القيادات نتاع تونس العاصمة بركرة. معناها كعبات يمكن من اعضاء الديوان السياسي الاخرين لا مقيمين في تونس، لكن هذوكم اللي ريتوهم الناس هذوكم اللي كانوا مرافقين ليها، معناها لا فما دعوه للانصار انهم يلتحقوا، خاطر كان وقعت فما دعوه من القياده للانصار انهم يلتحقوا بمركز حلق الواد، راهو تسكر الشارع، انتم تعرفوا الوزن بتاع السدره، راهو الشارع هذاك كله تسكر، وراهو ولينا احنا نعطلوا في المواطنين، وراهو ولينا احنا نتمردوا على الدوله، لكن ما خليناها لكمش الفرصه هذيك، وما لن تنطلي الاكاذيب نتاعكم والتهم اللي تحبوا تلصقوها في التساترة. دونك حذروا القيادات اللي كانوا مرافقين لرئيس الحزب الدستوري الحر، كيف حذروا هذوكم مش قالوا لكم تو؟ مش قالوا للتوانسه؟ مش قالوا لكم وما يعرفوا وانتم ما تعرفوا، قالوا للتوانسه راهو هاكا وزنهم، وزنها بين اللي هو بعض العشرات اللي هم جاوا يدافعوا عليه. ايش شنو تحبوا انتم بالضبط؟ تحبوا نهبطوا لكم عشرات الالاف؟ هبطنا لكم وتعرفوا وشفتوا، وتو ما زلتوا باش تشوفوا اكثر. باه كان هبطناهم لكم شنو باش تقولوا؟ باش تفرحوا بينا؟ باش تقولوا يا هو الحزب الدستوري الحر عنده برشا بالحق في الشارع؟ ماكم باش تقولوا تمرد على الدولة وعصيان ودعوة للعصيان المدني ومحاربة المؤسسة الأمنية ودعوة للاقتتال، وتولي تثبتوا التهمة على رئيسة الحزب ويولي هذا كله؟ احنا قارينكم قراية وفاهمينكم من قبل ما توصلوا تخرجوا الكلمة من فمكم. دونك افهموا يا توانسة ووصلوه الميساج هذا، خاطر هما شفت هما شنو يعملوا، هما يغلطوا ينوموا ويخدروا، واحنا لهنا نجيو ننوروا ونعطيو الفيرسيون الصحيحه ونعطيو الحقيقه للتوانسة. دونك بربي بارتاجيو الفيديو قد ما تنجموا، هذه دو ان ودو دو، بربي الا يسمع المعلومه يوصلها، خاطر اكيد وانه قاعدين تسمعوا في المقاهي الناس نتاع سيادته والناس نتاع الشيره الاخرى ونتاع الاخوانجيه من شيره وكل شيء، دونك كلهم مجتمعين وملتفين معناها لهنا. دونك وصلوا المعلومه، كونوا راهو اذا كان مشينا برشا وقت تم اعتقالها واحتجازها، راهو ولينا احنا متمردين على الدوله، وراهو تهزينا كلنا ايد وساق، وراهو الناس كلها ولات تدعو للعصيان وتدعو لضرب مؤسسات الدوله، تدعو لهذا الكل. دونك كنا فاهمين الطرح وعارفين شنو قاعدين نعملوا، مشاو فقط المحامين اللي هما محامين الحزب ومحامين هيئه الدفاع نتاع الاستاذ عبير موسي، ومشات بعض القيادات من الديوان السياسي وجامعات تونس العاصمه فقط لا غير. وهو ولينا توا عشرات، هاتوا نوريوكم في 15 اكتوبر الوزن نتاع تساترة حتى وزعيمته معتقله، معناها تشوفوا الوزن نتاع الحزب الدستوري الحر على الميدان وفي الشارع، تشوفوه انتم شفتوه قبل، اما مش مشكلته نعاودوا نوريوكم. معناها ما تنساوش بربي الدرون نتاع وزاره الداخليه حطوها 8 قبل ما نبداو المسيره، قبل ما نبداو التجمع باش توريو 4 كعبات. احنا مش نعديو لي لايف وباش امكانياتنا الذاتيه والبسيطه والمحدوده باش نحاولوا ننقلوا الصوره كما هي، دي لايف دي فيديو، باش نجيبوا دي كاميرا، الا عنده اي وسيله يجيبها معاه باش يبين الكذب نتاع الكل، الكل ناس كل ناس كل مؤسساتهم كلهم يكذبوا على التوانسه، مش مشكل. هذه نقطه. عاد قلت لكم السيده هذه نفسها هي وصاحبتها اش قالت؟ قالت جبدت على الكلام اللي قلت لكم توا عشرات فقط ودرا شنيه، وقالت توا تهمه هذه كيما التهمه اللي كانت عند عبير موسي القضيه نتاعها وقت لا تتفكروها، التهمه اللي لفقوها لها قالوا عندها بومبا غاز في المحكمه نهار اللي مشات ترافع على التجمع، وميساش نعملها متي غابيل مش مشكل، وقت لما مشات لو 2 مارس 2011 ترافع على التجمع وقتها اش قالوا؟ مشات مرا بركه محاميه بركه وحيده تدافع على حزب معناها بناء البلاد سنوات، حزب الدستور وحزب التجمع بامتداده بكله. دونك وقتها شنو قالوا؟ كيف انتصرت هي تتسمى في القضيه هذيك، انتصرت هي في القضيه هذيك لانها ازالت وازاحت التهمه اللي كانت باش تلصق الدستوريين والتجمعين، تهمه الدم والقتل. دونك هي بالمرافعات نتاعها وبرباطة الجأش نتاعها وبشدانها صحيح في الدفاع والاستماتة في الدفاع على حزب الآباء والأجداد، مشات ورفعت التهمة مما لا يدع مجالا للشك بالقضاء وقتها، القضاء وقتها كان يحكم معناها بالشارع، راكم شفتوا معناها كيفاش القضاء، فهمتني؟ كان متأثر بالشارع التونسي وكان متأثر بك المؤامرة اللي صارت وكان متأثر بذاك الكل، رغم هذاك وقتها منعت التساترة من تهمة الدم وسيلان الدم اللي هي كانوا باش يلصقوها للتساترة.
دم لسال ما بين 17 ديسمبر و14 جانفي. دونك وقتها هما اش عملوا؟ لصقوا لها التهمه، قالوا راهي جات المحكمه بسلاح اللي هو بومبا غاز، جايبه معاها بومبا غاز. معناها شوفوا التفاهه وشكون اللي شد دعات. المحامي الاخوانجي بشر الشابي. بشر الشابي هو هو اللي شد كونه عبير موسي جايبه بومبا غاز ولا عندها بومبا غاز ولا اللي هو. دونك بور ما باش تفهموا برا، بور كومبروندر كيس كي سباس، فهمتني؟ دونك المراه هذه السيده اللي كانت تحكي هذه شبه الاعلاميه هذه كانت معايا في بلاتو وقت لها تحيرت القضيه نتاع عبير موسي ولا فقوا لها التهمه هذيك نتاع البومبا غاز اللي في المحكمه. كانت هي حاضره ضيفه، كانت تساند فيها وموجوده الحلقه على اليوتيوب. طن من بعد كان زادت تجاوبت هي ولا صار حاجه، طن نقص لكم المقطع نتاعنا اللي يعجبكم فيها، كل حلقاتي ومداخلاتي وبرامجي اللي نشرتها كلها موجوده على اليوتيوب عشان اوفيسيال نتاعي بالليدات نتاعها وبالتواريخ نتاعها على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. دونك المراه هذه بيدها اللي كانت حاضره معايا من ضمن برشا ضيوف اخرين منهم قلبوا الفيستا اليوم ومنهم اللي قعدوا ثابتين على مبادئهم وهم اقل قليله اللي قعدوا ثابتين، دونك قالت يستحيل عبير موسي تكون عندها بومبا غاز ويحبونا نصدقوا هالتهمه الكاذبه ذي انه محاميه ومراه تدخل المحكمه بومبا غاز. اليوم البارح تعمل في لايف البارح هي وصاحبتها البارح وقت البارح شو تقول؟ تقول تتفكر وقت اللي هزيتي البومبا غاز للمحكمه وقت اللي دافعت تجمع. انت شوفوا انتوما راهي قمه الحقاره، راهي قمه النذاله، راهو يا ولدي مثالش، راهو اختلفوا كيما تحبوا، غيروا منها عبير، خالفوها، اعملوا اللي تحبوا، اما على الاقل بشرف، على الاقل ما تتخلوش عشرفكم، راهو عندكم اولاد وعندكم صغار وعندكم عائلات، على الاقل خليوكم بانفه وبخشمكم وبشرفكم، عندك حق تخالف، عندك حق تغاير، عندك سنه الحياه الاختلاف راه، عندك الحق يكون عندك موقف، عندك الحق زي كيف تغير موقفك، امورك، فما ناس ثابته على المبدا وناس لا امورهم، اما عندك حق حتى تغير موقف نتاعك، لكن ما عندكش حق تكذب وتغالط، ما عندكش حق تقول حاجه وبعد عام وعامين وثلاثه تجي تقول ضدها، ما عندكش حق، معناتها انت ما شدش ضد عبير موسي، انت شد ضد روحك راك، انت كيف قلت اليوم اشبت على الموضوع نتاع البومبا غاز، راك انت كذبت روحك، معناها انت جيت ضد روحك، كأنك شكيت بروحك، معناها شوفوا قمة النفاق وين يوصل، الله غالب، الناس هذيا مانيش عارف معناها كومون يفونكسيون كلهم في بعضهم، شنو واعدينهم، شنو لا فما، تو بالنسبة اللي يقولوا أنت ولد الزغراء، معناتها باقي أنتم في إيش باش نقول معناها بالحق واحد ما يجاوبش خير، وفاش نية تامة أنت مشروع معتمد وتامة في معتمد، فاش تامة في معتمد؟ إن شاء الله لاباس أهو، إن شاء الله لاباس. ان شاء الله بس للناس اللي مازالت تتعلق بالمونتاليتي هذه والزغراته، قلنا لكم انتم زغراته زغراته زغراته، الزغريت خير من ديب ونواح اللي عايشين وتورا بسالش الزغريت شنو هي الزغروطه؟ هي رمز للفرحه ورمز لل وش بيك تونس وقتها كانت صحيح تونس الزغريت كانت، خاطر التوانسه كانوا ما يشدوش صف على الخبز الخمسه نتاع الصباح، خاطر التوانسه كانوا ما يعملوش دوره حول العالم باش ياخذوا شكاراتي اخضر، خاطر التوانسه ما كانوش بالمعارف باش ياخذوا باكو حليب يشربوا به البيبيات صغارهم، خاطر التوانسه ما كانوش يوصيوا بالمعارف باش بعد جمعتين يتحصل على كيلو سكر، خاطر التوانسه ما كانوش يتعاركوا زوز رجال على كيلو سكر في مغازة كبرى وتطيح عليه الارواح ويتعاركوا ويتضاربوا عليه والدم يسيل على كيلو سكر ومن بعد يتذرى كيلو سكر في القاعه. صحيح قبل الزغريت كان سي نورمال، كان فما سكر ومواد غذائيه وكان فما الدنيا كل موجوده قبل. انتم ما تحبوش الكلام هذاك يستفزكم هكا ما نعرفش انا يمغوركم الكلام هذايا، لا غالب هذاك هو الواقع هذاك هو الصحيح. دونك ميسالش لو كانكم في بالكم انتم بالزغريت اللي هو عيب ولا اللي هو تهمه ولا لا احنا مش باش نتشرفوا به ولا حاجه، رانا متشرفين به الزغريت، زغريت يشرف ويعرف، والزغريت رمز للبهجة والسرور والفرحة، خير من ديب ولا والنواح اللي قاعدين عايشين فيه يا عزيزي ما بين قوسين. به دونك نمشيو للتعليق الثاني، التعليق الثاني حبيت نعلق على كلام خليفة شوشان. خليفة شوشان برشا منكم تبعوا المداخلة نتاعه ولا غالب ما خلطتش باش نقصهم ونعدي لكم على التابلات هكا، لكن موجودة معناها في مواقع الإذاعة اللي تكلم فيها وموجودة في عديد المواقع. به خليفة شوشان في تحليله كفوا كعبة حلوة كما نقولوا باللغتنا الدارجة معناها بالعامية. اش معناها؟ بون حكي قال مبالغ فيه وما ادري شنو، لكن المساج الاختير الا مروا ولا يلزم نسطروا تحت 10 اسطر. الا هو قال اللي يهمني اكثر هو المرافق نتاعها. هاو قالوا الا عنده تهمة وقفوه خاطر انتحال صفة، قال الا هو امني. وزلق كلمة قال
زعما عنده سلاح ولا ما عندوش سلاح؟ شوف راهو الكلام هذا خطير برشا، والكلام هذا كان جينا في دولة تحترم نفسها وتحترم هيبتها وسيادتها، راهو تقع مساءلة آنية وحينية وفورية. راهو ما يتعداش الكلام هذاك إن أبرسو. راهو أخزروا، أنا نشوف التأويل متاعي الذاتي. شوفوا لوين يرمي، هاكا قال كوم كوا راهو مبالغ فيه إيقافها وندرى شنو، ويلزم مزيد التوضيح ويلزم كذا، لكن لصق هذيا وربطها في علاقة مع اعتقال عبير موسي. معناها كوم كوا عبير موسي تم اعتقالها بالطريقة هذيك وحجزها، وصار اللي صار كله مش نعاودو نحكيو فيه، على خاطر المرافق نتاعها محمد لا نعرفوه الناس الكل، لا عمره عنده سلاح ولا عمره هاز سلاح، ولا نشوفوه في التظاهرات الكل، ولا نشوف ربي يفك أسره إن شاء الله على قريب، ونشوفوه في المسيرات الكل والتحركات الكل. مرافق معناها 24 سور 24 مع الأستاذ عبير موسي، لا عمره هاز سلاح ولا عمره عنده سلاح يمشي قدامنا كأيها الناس، معناها دبش وظاهرين سلاحهم مش يحطوا سلاح ومش يحطه. كان عنده سلاح انا لابس كيف الناس، معناتها مصلي عني بيه كل شيء ظاهر، وين باش يخبيه الفرد ولا السلاح؟ شنو تقصدوا بيه سلاح؟ دونك الميساج اللي عداه خليفه شوشان ميساج اعتبره خطير وخطير جدا، معناها انك انت توصل تربط بالكش هي عملوا لها هكاكه على خاطر المرافق نتاعها انت حل صفه امني، واكتشفوا الا هو عنده سلاح. يبطى شويه، معناها انكم مش تعديوا توا سيناريوهات اخرين ومخططات اخرين باش تحبوا تمروها باش تحبوا تعديوها للتوانسه باش يصدقوا اللي هي عبير موسي ماهوش اعتقال سياسي، ولا هي عبير موسي شدوها بجريمه، ولا هي عبير موسي شدوها متلبسه. يبطى شويه، احنا موجودين للفضح المبرح، قلنا لكم من قبل انتم غادي تنوموا وتغالطوا وتخدروا الراي العام وتعملوا هذاك الكل، تلقاونا احنا لهنا باش ننوروا باش نبلغوا الحقيقه باش نوصلوا الفيرسيون اوفيسيال باش نوصلوا للتوانسه اللي يلزموا يوصل، الا انتم ما تقولوش وتخبيوه وتغطيوه وداري وعي، احنا نخرجوه لهنا على المباشر. وهو ما شاء الله معناه اللي يتفرجوا لهنا اكثر من اللي يتفرجوا في قنواتكم وفي اذاعاتكم الكل. دونك هذايا فيما يتعلق على ما قالوا بما قالوا خليفه شوشان. نتعدى التعليق على بعض الاعلاميين الاخرين، الا بالحق والله العظيم والله العظيم كثر الهم يضحك. به يا سيدي انت كما قلت لكم خالف عبير موسي، جابها قاومها حاربها فكريا وسياسيا، نقصد اعمل اللي تحب، لكن بربي معناتها تحلاو بشيء من المعرفة على الأقل قبل ما تطلعوا تدخلوا البلاتوات. نحكي على بعض الكرونيكورات اللي هما ما نعرفش جابهم لنا القدر هكا، ما فهمتش يعني من مساوئ الدهر، معناها انه هذوما يطلعوا ياخذوا منابر وياخذوا ميكروات ويتكلموا، يفهم شكون يصبر ويعاود فيها؟ عبير موسي في المرنقية، عبير موسي في المرنقية، وهاهاها يضحك. باش عندي في الضحكة هذيك أمور، أما راهو نحب نعلمك قلناها لكم قبل، راهي المرنقية حبس رجال ماهيش حبس نساء. المرنقية إن شاء الله أنتم باش تشرفوها من بعد وقت تتحل القضايا نتاع التآمر ونتاع الأطلنطس ونتاع أوغلو كل، تعرفوها المرنقية وتدخلوا لها بالقانون وبالمحاكم، هذيك ما نستبقوش الأحداث، تشوفوها المرنقية من بعد مش مشكل. أما راهو معلومة اللي معلوماتكم أنتم، معناها المرنقية راهي نتاع رجال ماهيش نتاع نساء، نتاع رجال تدخلوا له قلت لكم وتشرفوها عن قريب إن شاء الله. باهي نعلق زدا كيف كيف، فما تعليق آخر شفت في امبيونس اف ام، اذاعه امبيونس اف ام، شفت انسان نعرفه ما نعرفوش ما عندوش علاقه بالاعلام، لا عنده علاقه بالصحافه ولا بالاعلام ولا بالتمشيط ولا هو كرونيكور ولا هو معناها اعلامي ولا حد شيء. شعلنا فيه شفته في حلقه كامله يعلق على عبير موسي وايقاف عبير موسي. اني مش باش نسميه توا خاطر السيد نعرفه كانت تربطني به صداقه قبل للاسف الشديد. هذوما العبد يتأسف كيف يكون يعرفهم قبل خاطر قبل ما تظهر لهمش الصورة الحقيقية والإيماج الحقيقية متاع الناس هذوما. لكن السيد هذايا قبل ومسجلة مكالماته كلها مسجلة، قبل كان يكلمني بالتليفون، دكتور شنو عندكم؟ عندكم شي مسيرة؟ الأستاذ عبير وقتاش جاية؟ هو معناتها من جهة لهنا قريبة، معناها الأستاذ عبير وقتاش جاية لهنا؟ عندكم شي اجتماع لهنا؟ هاو عجبنا لكم فلان باش يعاونكم، هاو عندي كذا، هاو باش نحضروا معاكم لوجيستيكمون ونعاونوكم، وراني نتبنى الفكر هذاك، وراني كذا وراني كذا. يا خويا تفرجت عليه اليوم، بكري شوية بعثوا لي الفيديو نتاع الحلقة هذيا. تفرجت عليه اليوم سبحان الله سبحان الله،
في الجريمة متاع عبير معناتها متلبسة، في عبير هدفها ترذيل المشهد السياسي. إلا كان يقول لي هذاك هو الخط الصحيح ونحب نجي معاكم، وحاول حتى أنه يدخل على قائمة للحزب الدستوري الحر، إلا أنه الحزب الدستوري الحر في الجهة هذيك آثر معناها مناضليه، وهذا هو الواقع، أنه حطهم هما في القائمة متاع الانتخابات التشريعية. ما ينجمش يحط إنسان جاي وقتها وظاهر معناتها بالكلام اللي سمعته اليوم ظاهر إنسان انتهازي، معناها ما نجمش نوصف بوصف آخر، معناها ما احتراما لعشره سابقه ولا احتراما لمعرفه سابقه، خليني نقول ماهيش عشره، معرفه سابقه. دونك السيد هذا نسمع فيه من بكري ما قامت به ترذيل المشهد السياسي، وانتهى دورها في ترذيل البرلمان. وقت اللي كانت في البرلمان كان يكلمني اول باول، اش عملت الاستاذه، شنو عملت، وكيفاش وعلاش، وكيفاش عملوا لها هكا، واحنا معاكم قلبا وقالبا، واحنا كذا واحنا كذا واحنا. التاريخ لا يرحم، لكن بربي يخزى شويه شوية حشمة، شوية جعرة، شوية مانيش عارف يعني، شوية نخوة على الأقل. كي انتوما معناها كان عندكم توا في الماضي غير البعيد، معناها كي انتوما كنتوا تحكيوا في كلام نقيض الكلام هذا، على الأقل ما تقلبوش 360 دوغري، معناها اقلب مسارش 180 190 60 70 درجة، بدا بطرف بطرف اقلب، لأن من بعد تقلب كاريمون. أما باش تقلب 360 درجة هكا، معناها ما ماتوا معناها كبار الحومة، ماتت الناس، ماتت لونتوراج، ماتت كذا. لكن السيد هذا كي ترشح هو حتى في قائمة في بلاده هو وفي مسقط رأسه، معناها جاب عدد من الأصوات كارثي، يحشم يعني يحشم، حتى في وسط بين وسط ناس واهله وناس وفي وسطهم جاب نومبر يحشم، من غير ما نقول لكم قداش، معناها فريمون الناس بالحق، ناس تسخف، ناس تسخف، ناس تتسخف بالحق. وليت كم اشفقوا عليهم، قبل كنت نحارب فيهم بالفكره وبالكلمه وبالحجه وكذا، تو وليت نشفق عليهم. الناس هذوما، الناس هذوما il fallait visiter un psychiatre راهو لو بلو فيت بوسيبل، الناس هذوما راهو يلزمهم يمشيو يعديو على رواحهم بالحق، معناها لا سكيزوفريني دون تو لي سونس دو تيرم، معناها انفصام في الشخصيه واضح واضح، معناها ولا ما عادش يتخبى على حتى بشر، ما عاد يتخبى على حتى حد. دونك احشموا احشموا شويه، احشموا شويه، تربيو تربيو، راهو تذكروا اللي انتوما عندكم تاريخ، راهو عندكم تاريخ، نقولها ونعاودها ديما، مش على السيد هذا برك، على برشا من الناس نقولها، راهو الى تاريخه مليان بالفضايح، ما يخرجش يتفلسف ويعطي للناس نصايح. دونك هاني يقولوا لي اذكر، والله راني تعرفوني ما عنديش اشكال في ذكر الاسماء، بالعكس اني كنت في الاذاعه وفي التلفزه نخرجهم باسمائهم بصورهم، لكن تعرفوا طبيعتي، احتراما كما قلت لكم لمعرفه سابقه ولعشره قديمه. هذاك علاش الناس اللي ما نذكرهمش بالاسم راهم كانوا قبل، معناها ناس كنت نعرفهم وكان بيناتنا كلمه طيبه وكانت بيناتنا عشره لا غير، فهمتني؟ اما اذا كان باش يزيدوا يقدموا على قدام ولا باش يجاوبوا ولا حاجه، جو سري اوبليجي باش نتكلم مليح مليح زاده ونخرج ما عندي، مش نتكلم برك، نسمعكم شنو عندي. دونك هذه فقط قوس ونغلقوه. نختم بتعليق معز بن غربيه، على معز بن غربيه الى يتسائل معز بن غربيه، قالك الانصار نتاع عبير موسي غاضبين، هذه سمعتها بكري الكلمه في الاذاعه، دونك غاضبين علينا وكيفاش ايوه. وشو قال اخر؟ قال احنا تسائلنا كيفاش جبهه الخلاص ما هبطتش بيان معناها مسانده لعبير موسي، وكيفاش الاحزاب الاخرى ما هبطتش مسانده. احنا قلناها لكم من قبل، وكان باش تهبط مسانده راهي مسانده سياسيه، وراهي مسانده لضرب الحزب الدستوري الحر مش لمساندته، باش يقولوا هكا الاخوانجيه وعبير مع بعضهم ومساندين بعضهم وكذا. واحنا رفضنا سبق واعلنا رفض اي محامي من طرف جبهه الخلاص ولا من طرف الاخوانجيه واتباعهم هذوكم الكلهم، الا احنا طيحنا لهم الحكم نتاعهم في البرلمان، ولا تساتر الاحرار هما اللي طيحوا المنظومه نتاعهم. احنا رافضين انهم يجيو يترافعوا علينا ولا يدافعوا علينا ولا يتكلموا باسمنا، ما حاشناش بهم. ورديت على عبد اللطيف المكي وقلت له خلي المسانده نتاعك عندك، مش لا ما حاشناش بالمسانده نتاعك، نعرفوا المغالطه نتاع الراي العام توا، ونعرفوا شنو قاعد يكمبن ويتكتك الراي العام، قلت الراي العام وسائل الاعلام توا، المغالطات اللي قاعدين يروجوا فيها للراي العام وشنو قاعدين يتكتكوا. دونك المساندات هذه اللي باش تجينا من الاخوانجيه ما حاشناش بها، نحن في غنى عن مسانده الاخوان وكل من باع الوطن وكل من كان بيننا وبينه عداوه سياسيه تاريخيه ازليه، نظرا لانتمائه ولا نظرا لانتمائه لتنظيم ارهابي، تنظيم دولي ارهابي، واضحه العمليه. دونك فارم الحكايه، ما حشناش يا معز بن غربيه بمسانده جبهه الخلاص، ولا ببلاغاتها ولا ببياناتها ولا ببيانات الشابي ولا غيرهم. هذوما الناس هذوما كلهم اللي قاعدين توا يعملوا في شانتاج بينهم وبين السلطه الحاكمه، ولا توا قاعدين معناها راهو بينك، راهو ايش نقول لكم، راهو مؤامره كبيره ومخطط كبير.
من غير ما نعاود نرجع تو مش وقته. خلينا نكملوا تو التعليق هذا ونختموا ونخليكم تتكملوا سهريتكم وترقدوا على رواحكم، لكن هاتوا نحكيوا فيه مره اخرى. راهو ما يغركمش المظاهر اللي هي تو هو ايقاف الغنوشي، هو ايقاف مدري شكون، هو ايقاف مدري شكون. ما زلتوش تسمعوا علي حاجه الغنوشي. انا نطرح سؤال، وين الغنوشي؟ فقط من غير ما نزيد لا غير، وين الغنوشي؟ والفاهم يفهم تو حاليا وين قاعد الغنوشي؟ وكهو دونك شعنا فيه هذا كله، شعنا فيه مع العلم انه الغنوشي وقت تم ايقافه ولا وقت تم بحثه ترسانة من المحامين تدخل معاه للبحث من البدايه وغير البدايه، معناه عبير موسي يمنع اي محامي من الدخول معاه في حلق الوادي، في مركز حلق الوادي. هذه فقط للتوانسه باش يعرفوا المغالطات. كيف كيف نحب نذكر مره اخرى وربما بها هذه نختم، باش نعمل امتي غابيل ده كيف كيف اخر اللي شفتوه تعرفوه الناس الكل ما يسالش. انا راكم تشوفوا احنا خطابنا كيف نوع، وكم تشوفوا لا عنا عنف ولا عنا تحريض ولا عنا حتى شيء، انا نعطيو في الحقائق دوسمون بالحجه والدليل والبرهان به. تتفكروا الناس كل وقت اللي تم حل مش حل تجميد البرلمان، وقت تم تجميد البرلمان وشفنا السيد رئيس الجمهوريه مع كامل احترامنا يرفع في الصور هذه الا فيها العنف الا سلط على عبير موسي، فيها صور الدم وصور كل شيء والضرب اللي كليته المراه وكل شيء. دونك شفتوا هذاك الكل وريتوه به. دونك بموجبه عمل الفصل 80، وبعد الفصل 80 توا تمنع هي عبير موسي من مكتب ضبط، ابسط حقوق باش تاخذ ديشارج من مكتب ضبط، ومن بعد يتم اعتقالها. باش تفهموا انتوما الحكايه شنو هي المدبره. وكيف كيف كي جاو يسالوا فيه من بعد جات صحفيه ولا صحافي نتفكر يسالوا فيه، وموجوده على صفحه نتاع رئاسه الجمهوريه انذاك وحكيت عليها قبل. راهو معناها تصريح خطير وخطير جدا. كي سالوها على صار في البرلمان التونسي قال لهم وقت لكلت ريحه واستحبس ماره ومخلوف، وتتفكروا كالركل والتشفير والبونيه وكل هذاك الكل ولا كلت والمراه تتفكروه، قال لهم راهو العنف في بالي بيه من قبل بثلاث ايام باش يصير. كان جاء عندكم ذره من الكرامه الاعلاميين والكرونيكرات ولا لمسيتني على المشهد الاعلامي اليوم، تعاودوا ترجعونا للتصريح هذاك وتحلوه في المنابر نتاعكم فقط. ما نطلبش راني مكل البراح هذاك الكبير وكل الاخرين، لا لا هذوكم يقولوا تعرفش يقول لك ابو بكر الصديق كان له نوع من الوحي الذي يوحى لانه من الصحابه المقربين لسياده الرسول وكذا، يردنا ابو بكر الصديق وشويه وحي هذاك. دونك مانيش نحكي على الكلام مارك هذوكم نتاع قلابة الفيستا نتاع كل العصور، هذوكم ما حاشيش باش يفسروا لنا حتى شيء، البراح وشكلته وامثاله لا حاشيش باش يقولوا لنا حتى شيء، اما اعطيها لاي انسان عاقل عنده معناها في مخه حتى شويه مش برشا معناها، وحط له التصريح هذاك نتاع سياده رئيس الجمهوريه يتكلم فيه وقال في بالي به من قبل بثلاث ايام. وشنو يصير؟ هو نعاود نذكركم شويه معناها بحيثيات الجريمه اللي كان وقعت تحت قبه البرلمان، ولا توا تحاكموا من قاموا بالعنف ومن عنفوا ومن ضربوا. دونك هذيك راهي شروع في عمليه قتل، راهي اسمها هذيك معناها ما نعرفش اهل القانون كيفاش يكيفوها. ان تو كيف نجي نقول مثلا لا قدر الله لا قدر الله انسان في الـ في الـ في الحي توفى ولا حاجه، تضرب توفى يعني بفعل فاعل تضرب ومات وكل، ونخرج نقول اني معناها بعد 4 ايام ولا في الفرق نتاعو نقول راني في بالي به باش يموت، شو نتسمى؟ حسب علمي البسيط نتسمى يا اما مشارك في الجريمه يا اما ساكت على جريمه وصارت وصار المحذور وتقتل البشر هذاك. دونك اللي صار لعبير موسى تحت قبة البرلمان راهو مخطط لقتلها، مخطط لاغتيالها واضح. داير تنحالها الأمن الرئاسي نتاعها، الأمن اللي تحت قبة البرلمان، بيريود هكا تنحى داير، فهمتني؟ وسيد الرئيس قال راني في بالي بيه قبل بثلاث أيام، ما جبتش حاجة من عندي، راني عاودت الخطاب نتاع سيد رئيس الجمهورية مع كامل احترامنا. باهي ما نطولوش عليكم أكثر من هكا، تصبحوا على خير. دونك تحية لكل من تابعونا، يعطيكم الصحة على عدد المشاهدات المشرف، بارتاجيو الفيديو قد ما تنجموا في صفحاتكم في الجروبات لأصدقائكم، وبلغوا كل ما ورد في هذا الفيديو. دعوة لكل أنصار الحزب الدستوري الحر وكل منخرطيه وكل الوطنيين الأحرار. قيادة الحزب قالت لكم راهو المسيرة نتاع 15 أكتوبر ستتم في إطارها القانوني في توقيتها في مكانها، مع طبعا ميزاجور ومتابعة لصفحة رئيس الحزب الدستوري الحر وصفحة رسمية للحزب الدستوري الحر على الفيسبوك، تلقاو آخر المعطيات وآخر الأخبار. كان فما ندوة يقوم بها هيئة الدفاع تلقاوها على الصفحة كيف كيف، نعلنوا عليها من قبل. كان فما أي معطى جديد يهم التوانسة ويهم الأنصار ويهم المنخرطين ويهم الهياكل هتلقاوه كيف كيف، الانفورماسيون تلقاوها على الباج اوفيسيال نتاع الحزب ونتاع رئيس الحزب. تصبحوا على خير.